بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي طرق تعقيم مياه الشرب في حالات الطوارئ؟ أي في حالة تلوث المياه وعدم توفر مياه معالجة. هذا هو موضوع اليوم. إذ قد يحدث تلوث لمياه الشرب لسبب أو لآخر، أو قد يضطر الإنسان إلى استخدام مياه غير معالجة. عموما هناك عدة طرق يمكن اتباعها لتعقيم المياه الملوثة. أولها تعقيم المياه بالكلور المتوفر في المنازل أو الأسواق، والذي يكون عادة بتركيز 5% وأقل. طبعا استخدام الكلور لتعقيم المياه يحسب بدقة في محطات المعالجة، أما في المنزل فلا يجب استخدامه إلا في حالات الطوارئ كما قلت. عموما يضاف الكلور بمعدل 4 ملاعق صغيرة أو ما يعادل ملعقة كبيرة لكل 20 لتر ماء، مع ضرورة تركه لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تناوله لضمان قتل الجراثيم. بالإضافة إلى الكلور يمكن استخدام هيبوكلوريد الصوديوم الذي يستخدم عادة في المنازل كمبيض للغسيل المنزلي، مع التأكيد أيضا على تركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل الاستخدام. ومن الطرق الأخرى الفعالة في تعقيم مياه الشرب هي غلي الماء، والذي يساعد في التخلص من الجراثيم، وذلك بغلي الماء لمدة 2 إلى 3 دقائق. بعد غلي الماء يفضل تهويته في إناء مفتوح أو نقله من إناء لإناء آخر عدة مرات، وذلك لرفع نسبة الأكسجين الذي فقد أثناء الغليان. وأفضل استخدام طريقة غلي الماء في حالات الطوارئ بدلا من الكلور، لأن استخدام الكلور قد يحدث فيه أخطاء وقد يستخدمه البعض بتراكيز عالية. أيضا يمكن تعقيم المياه بالطاقة الشمسية في حال تعذر الطرق السابقة، ولهذا يمكن وضع الماء في عبوات بلاستيكية شفافة وتعريضها لأشعة الشمس في مستوى مائل أو أفقي مواجه لأشعة الشمس، ولمدة لا تقل عن 6 ساعات. أما في الأيام الغائمة فيمتد إلى 2 وأكثر. أذكر بأن عصير الليمون قد يساعد في تعقيم المياه الملوثة، إلا أنه غير اقتصادي وغير فعال لجميع الحالات. وأذكر أيضا بأن التعقيم بالكلور وهيبوكلوريد الصوديوم وغلي الماء هي من أفضل الطرق، تليها الطرق الأخرى التي ذكرتها. دمتم بخير.